السلام عليكم مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معانا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبر ديزات اليوم الحصه تاعنا وين على الوصفه السحريه لتاهل المغرب التاريخي تاهل المغرب التاريخي الى الربع النهائي يعني وكانت يعني مباراه مباراة كبيرة، مباراة قيمة كبيرة، شاهدنا كيفاش وين لعبوا أمام معلم معلم رياضي عالمي وهي إسبانيا، يعني تبقى ما نقولوش يعني مباراة كانت سهلة، ما كانت سهلة، هدرنا قبل قلنا بالك غادي يكون فوز صغير هدف لصفر، لكن شاهدنا مباراة كانت صعبة اللي راحت للمية 120 دقيقة يعني بس بش... مية وعشرين دقيقة بدون أهداف ماشي زعاقه وين كشف يعني وين فرحة خاصة وين شاهدنا فرحة لاعبين المنتخب المغربي بالتأهل إلى الربع النهائي والجماهير المغربية والعربية والمسلمة يعني وين كل واحد وعبر عن الفرحة تاعو يعني كتابيا أو الناس كفرحة يعني فرحوا الناس اللي ويد... شاهدناهم على بالك وكشف الإتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالوصفة السحرية والتي أدت إلى تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى الربع النهائي من منافسة كأس العالم أمام من أمام منتخب إسبانيا أمام مدرب أمريكي وانضمنا الاسود الاطلس المرور الى الربع النهائي بعدما يعني وين الى الدور الستاعش يعني بعدما ما تصدروا المجموعه بسبع بس بس نقاط المجموعه السادسه وين وينعتبر وين خبراء والتقنيين بانها مجموعه الموت لان توجد فيها المغرب كرواتيا وبلجيكا يعني وين تحصلوا على سبع نقاط يعني حصدوها من فوزين على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا ثم المرور الى الدور ال16 يعني وين وين امس يعني المباراه مباراه كانت صعبه وشاقه يعني مباراه كانت كبيره وشاهدنا امام منتخب اسبانيا لكن المنتخب المغربي وين كان عنيد ورفض الاستسلام وذهب حتى الضربات الجزاء أين وجدوا أسد أسد العرب وهو ياسين بونو وذكرت الفيفا في مقال مطول نشره على موقعه الرسمي أن المنتخب المغربي قدم أداء جيد في مونديال 2018 بروسيا لكنه لم ينجح في التأهل. إلا أن هذه المرة جلب معه وصفة سحرية لحصد النقاط المطلوبة إلى جانب الآداء الإيجابي وشاهدنا كيف كانت المباراة أمام المنتخب الإسباني وقدم مصدر يعني مصادر أسرار الوصفة السحرية والتي عاد عادها في أربع أعدها في أربع نقاط الاتحاد المغربي لكره القدم قرر يعني وين كان, كان عنده قرار صحيح في الوقت المناسب يعني في الوقت الصحيح وان ارجعت الفيفا ذلك الى قرار اقاله المدرب فايد قبل خمس اشهر فقط من موديال يعني من المونديال ووضع الثقه في مدرب اسمه وليد الركراكي الذي ابهر يعني بطريقه لعبه وتغييراته الدقيقه. وليد الركراكي بطل واعتبر الاتحاد الدولي لكره لكره القدم الركراكي بطل للعرب في مونديال 2022 ليس فقط بسبب خططه الفعليه. بل ايضا لنجاحه في توحيد جميع اللاعبين وجلب الاستقرار الى غرفه الملابس وهو وهذا مكسب كبير بالنسبه لاي مدرب لاعبين جوده وخبره وشخصيه كبيره ابرز الفيفا ان المنتخب المغربي يتوفر على اللاعبين ذو كفاءة وقدرة على تنفيذ أفكار المدرب وترجمتها يعني وترجمة خطط إلى أداء على أرضية الملعب وإعطاء المثل بالحارس ياسين بنو والمدافع أشرف حكيمي والمتوسط ميدان سفيان المرابط ومهاجم حاكم زياش يعني نقولوا بلي وين المنتخب المغربي يعني وين كيما نقولوا حنايا ما شاء الله عليه خمسه وخموس ما شاء الله وخمسه وخموس يعني وين نقولوا المنتخب المغربي وين راه يعني يكسب كسب ثقه كسب شخصيه جابها من 2018 يعني وين نقولوا بلي المنتخب المغربي يعني ويصبح يعني مكتمل منسجم يعني بطريقه رهيبه واصبح يخيف يعني المنتخبات الكبيره والعالميه مشجعين لعاب المشجعون لعاب رقم 12 قبل لا نقولوا كيما هكا نقولوا باللي المشجع رقم واحد يعني ويقال المصدر ان الجماهير المغربيه لعبت دور مهم للغايه في نجاح منتخبها حيث دعمت بالالاف الاسود الاطلس في قطر وخاصه وخير دليل على مباراه الامس يعني امام الاسبان يعني وين آه يعني وداروا عليهم احصائيات يعني من نهار اللي بداو من البرومي ماتش يقول لك باللي يبدأوا من الدقيقه الاولى حتى الاخر ثانيه حتى يصفر الحكم امام كروات شاهدناهم امام لابازيك شاهدناهم دعم كبير تلقاوه امام لا بلجيك وامام كندا وخاصه يعني تحس روحك باللي راك تلعب في الملعب يعني محمد الخامس تحس باللي راك تلعب في الملعب محمد الخامس يعني في الرباط تحس يا ودي راك تلعب تقول تقول الراجاء والوداد ما كاش ما تفرغش وداروا احصائيات يعني داروا احصائيات قبل المباراه بالنهار تاع اسبانيا قال لك غادي غادي يكون 10 عشر ناصري مغاربه واحد اسباني، كان الاسبان لا يوجدون في الملعب، يعني كان الاسبان لا يوجدون في الملعب، خفتو كيفاش على ديك اليوم المنتخب المغربي وين شاهدناه يعني بطريقه طريقه كبيره بطريقه كبيره وين عرفوا كيفاش يوقفوا هذا المنتخب العملاق يعني. وين نقولوا المنتخب العملاق خاصة وين شاهدنا وين ارتفاع أسهم المدرب المغربي بعد فوزه على المنتخب الإسباني والتأهل إلى الربع النهائي بعد ما تأهل إلى الثمن النهائي من مونديال قطر أثناء المعلق قنوات بيان سبورت خليل البورسي مطولا على المدرب وليد الركراكي وصف اياه بالمدرب الكبير ومدرب كيفاش مدرب عليها يعني صاحب وانتظر المنتخب المغربي 36 سنه من اجل تكرر سيناريو مونديال 1986 بالتاهل للدور الثاني متصدر المجموعه قبل اقصائه يعني وين شاهدنا وين وقبل اقصاء المنتخب الاسباني والتاهل الى الربع النهائي يعني ذكراكي وين يصنع تاريخ كبير يعني اوكي كبيره نقول له حية كبيرة ودعمي، هذا ده الصح. حية كبيرة. حية كبيرة اخويا. هذاك بوفالا و تاع ميتري بلا ذاك الجوار يو خلطة بريمير ميطوا يو غدره تخيط على ولا انا و ايش وانا تحب بلاصتي غدره 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 والله لا غدره هي كبيره على ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي تعوي فوتو دوزيام تو اخويا روحو دومي فينال انا غادي نهبل انا غادي نهبل الى راحو دومي فينا قولو دي الناس هبل انا نقول ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير و بارطاجيونا الفيديو وان شاء الله ديما معاكم بجديد واللي مشي ابوني ابوني معنا ربي يحفظكم